كابتن بلال الف مبروك. يمكن زي ما قالوا الكباتن الاهلي سهل على نفسه المباراه الشوط الثاني. ده طبيعي يا كابتن، يعني اللي حصل ده هو ده الطبيعي، يعني مش انجاز ولا حاجه، ده الفروقات بتقول كده، اسماء الفرق بتقول كده. المميز في المباراه من وجهه نظري بس هو 6-1، يعني بتفكرنا بحاجات كتيره 6-1 دي عندنا، فدي الحاجه المميزه في الماتش من وجهه نظري الشخصيه. كنت موجود؟ كنت موجود اه طبعا، نعمل جولين في اللي فكرنا بيها دي. ماشي. ف مش سهل انت برضو. لا لا ليه مش سهل؟ هو ايه ده الماتشي؟ مش سهل مش سهل. لا خلاص خلاص نكمل الحرس. خلينا في الحركه، خلينا في 6-1 بتاعت الحرس. بره بقول بره الهوا بقول. ماشي. فعايز اقول ان ده الطبيعي، يعني ده الفروقات كبيره جدا ما بين النادي الاهلي بطل مصر وبطل افريقيا، وما بين الفريق الحرس بطل النيجر، يعني الفروقات كبيره جدا في كل حاجه، في اللعيبه، في الاسماء، في اسم النادي، في الامكانيات، في القدرات، في كل، في الطموح، في الرغبه، في كل حاجه. هو ده الطبيعي، يعني ده طبيعه الحال انك تكسب المكسب ده، يعني المكسب ده مش انجاز من وجهه نظري الشخصيه. ده طبيعي ان النادي الاهلي على ملعبه بيلعب فرقه الحرس الوطني، فريق النيجر، يكسب 6-1، يكسب 7، يكسب 8، يعني الامر مش مفهوش مغالاه. يعني انا زعلت من الجول اللي جه فينا ده. لا انا اتبسطت بيه عشان النتيجه. 6-1. انا عارف والله، عارف انه هيقول كده، عشان كده قلت له الجمله دي. هو ماتش ايه؟ انا عاوز خلاص بقى. ما هو الماتش لو ما خرجش بحاجه لذيذه احنا مش هنبقى مبسوطين، لازم في حاجه لذيذه يعني نتبسط بيها كده. يعني كمل الحرس الوطني. مبروك ال 6-1. كمل الحرس الوطني. طيب اللعيبه طبعا، يعني تسجيل الاهداف، يعني الفرص اللي اتكلموا عليها كباتن، فرص اتيحت ليك. الفرق بين الشوط الاول والثاني، يعني ان الشوط الاول اتيحت ليك فرص كثيره جدا محققه ما قدرتش تسجل، الشوط الثاني اتيحت ليك يعني مقارنه بالشوط الاول فرص اقل من كده، تمام؟ مش اقل، يعني قصدي اقول الفرص نفسها ممكن ما تكونش بالشكل ده او بالطريقه دي او بالسهوله دي، ومع ذلك قدرت تسجل، سجلت 6 اهداف او سجلت 5 4 اهداف في الشوط الثاني. خلاص ان ابتداء من الهدف الثالث خلاص الفريق اللي قدامك استسلم، خلاص بيلعب النادي الاهلي خسران 3، مفيش اي مقاومات بالنسبه له، فابتديت تدوس عليه زي ما قلنا واتكلمنا في بدايه الاستوديو، انك محتاج في بعض الاوقات انك تدوس على الفرقه اللي قدامك، انك تحسسها بقيمتك وامكانياتك وبقدراتك، ان انت تقول للفرقه اللي قدامك لا انت جاي هنا عشان تخسر، وتخسر بنتيجه كبيره جدا. ده اللي عمله فريق النادي الاهلي. اللي كانت كام؟ 6-1.